زوار ومتبعي موقع 360، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ضيف خاص من مدينة الزهور. نستضيف سي هشام ايتمنى، رئيس فريق شباب محمدية، فريق اللي حقق صعود ورجع نوعا ما للمكانة الطبيعية في الدوري الاحترافي، ولكن مازال في القسم الثاني الاحترافي. سي هشام ايتمنى، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. شكرا. فريق شباب محمدية التاريخ ديالو معروف، الاسماء اللي برزات فيه واللي عطات كرة القدم الوطنية شيء الكثير معروفة، حاليا كيرجع بعد سنوات الى الدوري الاحترافي بالقسم الثاني. ولكن قبل ما نتكلموا على المحمدية، يعني في سن التاسعة سي هشام ايتمنى كانت قصة مؤلمة خلاتك انك تقطع وعد على نفسك انك ترجع رئيس ديال او تصبح رئيس ديال فريق ديال شباب المحمدية. احكي لنا شوية على هذه القصة واش وقع بالضبط. في الحقيقة القصة اللي وصلت لكم هي حقيقية، لأنه كان واحد ديربي ما بين شباب محمدية واتحاد المحمدية، كانت مباراة مؤلمة بالنسبة للشبابين لأننا هزمنا فيها بثلاثة الوحد. من في المباراة الكرة القدم اللي عقلت عليها يمكن بكيت، يمكن هذيك من المباراة الوحيدة اللي بكيت فيها. يعني هزيمة خلاتك أنك وليك صعب ديك الساعه، حنا كنا دراري صغار، ولكن بون واحد اللي واحد اللي تحقق. ولكن كان ديك الساعه لا رياكشن ديالي انني وعدتناهم بان ما غادي نرجعوا ان شاء الله، وغنرجع للشباب ان شاء الله نربحوا الاتحاد. العلاقه تغيرت، العلاقه اللي كانت ديك الساعه ما بيننا وما بين الاتحاد كانت شويه علاقة توترة، ولكن الحمد لله ولات بيناتنا علاقة طيبة، ولنا كنشجعوا بعضياتنا. للأسف شفناهم هاد السنة داروا واحد الباركور اللي ما كناش كنتمناو ليهم، ولكن العلاقة اللي كانت ما بين الجمهور وديال الشباب وديال الاتحاد في الحقيقة تحسنت بزاف، ولينا كنشجعوا بعضياتنا ملي كنكونوا ما لعبينش بعضياتنا. سي سيغ، يعني صعود فريق شباب المحمدية طبيعة الحال هو لابنا في مشروع ديال سي هشام ايتمنى او ديال المدينه ككل. مشروع ماشي ديال هشام ايتمنى، مشروع ديال المدينه. ديال المدينه. شنو هي الخطوه الثانيه في المشروع ديال النجاح او ديال شباب المحمدي؟ الخطوه الثانيه، هي نوصلوا للبريمير ديفيزيون، وملي نوصلوا للبريمير ديفيزيون البطوله الاولى هي نحققوا النتيجه اللي عليها كاع الفرق نورمالمون خصهم يلعبوا في الاول ديال السنه، اللي هو يكونوا ينشطوا البطولة، يكونوا في البوديوم، يمشيوا للكوب دافريك، يربحوا البطولة. بون سي غادي يقول لك مشروع شوية مسطي، ولكن هذا هو المشروع ديال الشباب. لكن أول مشكل يعني كيواجه الفريق هو مشكل ديال الملعب. شفنا كيفاش عانى هذا الموسم، شفنا أن قلتي أن الفرحة ما كانتش مكتملة لأن ما كانتش صعود في الملعب. فشنو بالضبط المشكل ديال الملعب؟ واش هو صراع سياسي اكثر منه صراع رياضي مع رئيس ديال المجلس البلدي؟ انا ما نقدرش نقول لكم انه صراع سياسي، حيت ما عمر شي واحد ما جاني في الحقيقه تضرب التساؤلات منهم ياك ما صراع سياسي، ولكن زعما نقول لكم شي حاجه اكيد ما كاينش. ولكن بون كنتسائلوا علاش مازال الان الملعب ما تفتحش، لان احنا اللي كان فهمنا انه المشكل ديال الملعب اللي كانت الرئاسه اللي وجهتها رئيسه المجلس السيد الرئيس الجامعه الملكيه لكره القدم، اللي قالت ليه انه المشكل ديال لون الكراسي. دخلنا احنا ديك الساعه كفريق شباب محمديه وكفريق اتحاد محمديه مع الرئيس ديالو والمكتب، وكنا خاطبناهم وخاطبنا الجامعات المحمدية والجامعة والسلطات، وأكدنا في واحد الرسالة مشتركة أنه ما كانش شي مشكل ما بين الاتحاد والشباب باش يلعبوا فوق ملعب اللي فيه الكراسي كلهم حمرين، واللون الأحمر والأخضر ما كيجعلش مشكل ما بين الشباب والاتحاد. ممكن يكون مشكل دابا، ولكن من بعد ربما كتفكر مستقبلا أن العلاقة إلا كانت اليوم مزيانة تقدر عاوتاني تسوء مستقبلا، أو يكون مشكل اللي يخلي أن هذا المشكل ديال الكراسي. راه يمكن ديك الكراسي هما اللي غادي يجعلوا العلاقة غدا تكون عاوتاني ما مزياناش. واش دابا كتشوف دابا الملعب ديال
ديال الملعب الشرفي في الدربيده اللي كتشوف الكومبلكس محمد سانك اللي كتلقى مباراه ما بين احدى الفريقين وكتلقى الناس اللي كيتسناو برا ما عندهمش فين يجلسوا وكتدخل لداخل كتلقى نص ديال الملعب خاوي. واش يمكن هذا هو الغرض اللي خصنا نوصلوا ليه للمحمديه؟ حنا ما عندناش هذا المشكل في المحمديه وما مطروحش وكنتمنوا باش ما يبقاش يتطرح لا في المحمديه لا خارج المحمديه. لكن على ما يبدو ان المشكل ما بقاش مقتصر على الكراسي، كانت اقاله ربما ديال او ابعاد ديال المدير ديال الملعب، يعني او منع اي شخص انه يدخل. انا باش نجيك صراحه ما قدرش نقول لك اش كاين بالضبط، لان غير انا سمعت هذه الهضره ديال المدير توقف وتعطاو التعليمات. من ذاك النهار ما عمري ما بقيت حطيت رجلي في الملعب ولا حاولت نمشي ليه ولا حاولت نعرف شنو التعليمات مقصوده لشخصك انك ما تبقاش تحضر. لا التعليمات اللي جات زعما مفسره وما فيهاش مشكل، انه يتمنع اي شخص و حتى انا. ربما بلغه الارقام هشام اتمنى من ماله الخاص كيصرف ربما حوالي 800 مليون سنتيم. ما عرفتش هاد الارقام منين كتجيبوها؟ صعود منين كتجيب هاد الارقام؟ الرقم اللي كنتي تكلمتي عليه ربما في احد الحوارات قلتي بانها يعني كانت دي سيفونسيون، ولكن انت ربما بين 708 اللي صرفتي، كيفاش كيشوف ايتمنى انه يقدر يسرد الاموال ديالو يوما ما؟ هو شوف انفسرك واحد الحاجه، ملي بغينا نكونوا المكتب عطينا وعد للمنخرطين والمحبين والجمهور والفريق انه غادي نتكلفوا ب جميع الوريدات الماليه اللي غادي تخص الفريق باش يصعد من 4 ديفيزيون للدور ديال 3 ديفيزيون، من 3 ديفيزيون ل 2 ديفيزيون، من 2 ديفيزيون ان شاء الله حتى ل 1 ديفيزيون. ولكن راه كان فسرنا لهم انهم اللي غنوصلوا ل 1 ديفيزيون لا بد من معاونات من المدينه ولا من الفعاليه الاقتصاديه ديال المدينه باش نقدروا نزيدوا لقدام الا بغينا نمشيو بواحد المشروع اللي غادي يوصل الفريق يمكن للبوديوم. لحد الساعه ما عندناش مشكل باش نجمعوا الموارد الخاصه للشباب، اما من عندي اما من عند الاصدقاء ديالي. المبلغ اللي كتقولوا تقريبا ما غاديش نقول لكم انه هو هذاك، ولكن حيت سا ديبون اش كندخلوا في لو بودجي ديال الصعود، حيت كاين بودجي ديال الفونكسيونمون وكاين بودجي دانفستيسمون كيف ما كنسميوه حنا في الفريق. يمكن بالنسبه للفونكسيونمون غادي نكونوا في ذاك الحدود، ولكن هذاك لو بودجي ما ندخلينش فيه توسكي انفستيسمون. ولكن كيفاش غتكون يعني يساعد الفريق القسم الاول يعني كتنتظروا اعانات؟ الا ما كانش اعانات غيكون ربما لا ما غاديش يكون ما غاديش يكون العوده، ولكن ما غاديش نوصلوا للوبجيكتيف اللي باغيين احنا بالنسبه لنا. لان كيفاش غادي تمشي تجيب دي سبونسور وانت في 4 ديفيزيون؟ اش عندك ما تبيع لهم من غير تبيع لهم تاريخ ديال الفريق؟ حنا ركزنا بين ما خصنا نطلعوا باش نوصلوا لونيماج اللي كون بو دوما مونيي اللي غنقدروا نعطيو واحد القيمه، وديك الساعه غادي هذيك ليماج غادي يكون فيها مستقبل وتاريخ. مالوغوزمون كان خص شي واحد يدير لو بروميي با، خدينا القرار باش نديروه حنا.